السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع لنوردت اي اي اتكلمنا عنه اكتر مرة، بتكتب برومت يبدأ يحوله لك لصور، واتكلمنا عن المزايا اللي فيه. وموقع جميل جدا، ميزته ان هو كل يوم بيديك بعض النقاط، تمام، بيديك تقريبا 150 نقطة، فبتقدر تشتغل كأنك شغال على ميد جورني مجانا. طيب ايه الميزة اللي نزل جديد؟ تعالى نقول له افتح لي التطبيق. هنا image generation تبدأ تكون صور في الريل تايم كانفا، تبدا ترسم اي حاجه هو يبدا ان هو يعمل لك رندر ليها في نفس الثانيه. كانفا اديتور بتبدا تعدل الديتيلز وتحذف العناصر اللي انت مش عايزها. في خاصيه بقى اللي هي الموشن، ان انت تقدر تعمل حركه، يعني ممكن تختار مثلا شخصيه زي كده اهو، صوره مثلا موجوده، هتلاقي عندك هنا ايمج تو موشن، وتقدر ان انت تحدد درجه الموشن اللي انت عايزها، وعايز دي تظهر برايفت ولا بابليك، واقول له جنريت. هقول له هنا بقى فيو جنريت. تعال نبدا نشوف، واخد بالك بدا يدرس الحركه وبدا يعملها. النتيجه مش احسن حاجه لكن كبدايه كويسه، وتقدر ان انت تحمل الملف كفيديو ام بي 4. يلا نجرب صوره ثانيه القط دوت. هقول له ايمج تو موشن 25 نقطه، واقول له فيو جنريت.